دلوقتي معادنا يا كل جمهورنا مع لعبة خط الوسط وسؤال السرعة، وهنشوف مين اللي هيجاوب أسرع. اللي هيجاوب أسرع يدوس لي على الجرس. اللي هيدوس على الجرس الأول هو اللي هيجاوب. جاهزين؟ سؤال السرعة. جميلة ولا إيه؟ يلا يا باشا اجهز. بسم الله. السؤال هو: من هو الصحابي الملقب بسيف الله المسلول؟ هنا حمزة. حمزه برافو عليك. الاجابه خاطئه. ليه؟ عارفين اجابه؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد والاجابه صحيحه. سيف الله المسلول هو خالد بن الوليد الذي لم يهزم في اي معركه. والحقيقه يعني بدا الجلاش والمهلبيه من فريق طلاله. يعني الحقيقه انا كنت فاكر ان البسبوسه عند سند طلعت البسبوسه والكنافه هنا. سيف الله المسلول يا عمر. ايوه والله والله ده كلام. السرعه بس كده ما نعملش سرعه بقى كده. هم خسروا 10 درجات وهتحسبوا هنا ال 10 درجات اللي جاوبوها. طبعا يعني هتحسبوا لهم هم ال 20. يبقى هنا تم خصم 10. ليه؟ السؤال هنا ب 20، اللي بيجاوب صح بياخد 20 في ده. بس طيب ما تخصمش. انا دلوقتي اتخصم لانك جاوبت غلط 10 درجات. لا مش طيب. تعالوا بينا نشوف دلوقتي التمثيل الصامت لاجابه السؤال. انت يمكن عشان اول مره تحضر معانا، هي بوريك اجابه وبتمثلها لزميلك. تمام. وبعد كده انا بقول السؤال بتاع الاجابه دي كان ايه. تمام. مين يحب يمثل هنا؟ مثل. ماشي يلا. عايزه تركيز. اتفضل. تعالى تركيز. انا كل مره تركيز. بس بيجيب لك حاجات صعبه جدا. لا لو مثلتها صح على فكره بيجيب لنا دايما. انا برضو بيجيب لي حاجات صعبه وبمثلها. اساله كده دلوقتي كده لغه عربيه كده اسم. ماشي. ارقام بقى اتفقوا عليه عشان لو جالكوا ارقام فيما بعد. كده لغه عربيه كده اسم. ماشي. كده اسم. يلا رضا روح هنا. رفعته تاني. خلاص سيبه. هوش كده لغه عربيه. ماشي. دي الاجابه اهي. استاذ سند شفتها صح؟ لا والله. ما يعني كنت مقرب وبصيت. لا بعدين له المايك باين. ما الحاجات دي كنا بنعملها زي. لا 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 مش محتاج. انا هو لو مثلها صح هجيبها. ولا كده اللي هي الكره الارضيه. ماشي. الكره الارضيه. يلا اتفضل. الكره الارضيه. ايه ده اللي هي الكره الارضيه يعني بلد. الكره الارضيه تعملها بلد. ما هو دي الاجابه. لا ما هو دي احنا بنقولها. ياخد وقت كبير في ان هو يمثلها. ما يمثلها. ما هيعرف يمثلها ازاي. يلا ارجع على دارك يا رضا. ارجع على دارك يا رضا. يلا جاهز ابدا. الكره الارضيه بلد ولا قاره؟ اهو بلد كلمه واحده. السمع. الودان. السمع. السمع. كلام. ثم البق. سم. انت الصومال. الصومال والاجابه صحيحه. ايه ده برافو عليك. الراجل ده ما كانش هيعرفها. يا راجل ده رضا قال لي مش هيعرفها. قال لي مش هيعرفها. راح له الصوم. يا راجل اسكت. مش ممكن. انت حر بقى. دمرني. خدوا 20 درجه. دمرني. خدوا 20 درجه. دمرني. انا معاك. الاجابه قبل ما تمثل الاجابه كانت الصومال. والسؤال: دولة عربية أولها ألف ولام وآخرها ألف ولام وأوسطها رابع ركن من أركان الإسلام، فما هي؟ وهي الإجابة كانت الصومال فعلا. وخلينا نشوف التمثيل بتاع فريق سهلالة اللي متأخر بشدة بسبب أعضاء الفريق. تعالى بس الدخلة الحماسية اللي دخلها الأول، فإحنا ما صعبش علينا بقى خلاص. دي الاجابه. دي الاجابه من غير بقى مشاوره على حاجات. انت مثلها لنا. ماشي. جاهز؟ ماشي. ان شاء الله خير. ايوه ورقه كده. طب انت دي انت عملت لا من غير كلام. من غير كلام كده اسم وكده لغه عربيه. انا قلت لكم قبلها اتفقوا على حاجه ما اتفقتوش. لا ما اتفقناش. ما احنا طب نعمل ايه؟ يلا يا باشا. يلا ثانيه واحده بس. يلا ثانيه واحده. يلا الوقت بدا. الوقت بدا. سيبه يا سنه. بقول له الوقت بدا. لا لا ده بيرسم حروف. لا طب افهمه. انت قلته هنا بقى دوله عربيه كره ارضيه. ما ماشي. طب نعمل ايه يعني؟ قلت طب في وقت يعني ايه؟ قلت دوله عربيه. يلا يا باشا. ولا دوله ولا اسم ولا. يلا يا باشا ما قدامك حاجات. شاور. 20 21 22 1. اقعد بقى سنه. 10 ما تتكلمش. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 90 90 100 100 والاجابه صحيحه. ودي صعبه. ده ايه الاجابه صعبه ايه ده؟
جيب لي 100. طب الاجابه كانت 100 والسؤال هو كم هو حاصل جمع ضعف العدد 40 مع نصفه؟ 40 و40 ما هو حاصل مش افلام وقلتها لهم عاديه مش هي مش هيجيبوها. ما هو حاصل جمع انت لو قلت لنا السؤال كده كنا هو حاصل جمع ضعف العدد 40 مع نصفه. الاجابه كانت 100. وتعالوا بينا يا كل جمهورنا نشوف بعد لعبه خط الوسط النتيجه وصلت لحد فين. فريق شعلاله اصبحت درجاته 110 درجه. شعلاله ليه اتخصم 20؟ لا صح. اه يا باشا انت ما بتصدق يا سعداوي. جاوبوا صح الاجابه دي. احنا كله صح يا سعداوي. نبطل بقى الفول. 110 درجه و هم كانوا 60 يا جماعه. كان 70 60 ما احنا ناقصنا 10 درجه يبقى 80. 80 درجه فريق سهلله وفريق شعل. يا جماعه احسبوا درجات بعد اذنكم تاني. معلش انا معاكم. معلش حصل يعني شويه لخبطه. هم كانوا 70 نزلوا 20 ولا نزلوا 10؟ بقوا 60. 110 فريق شعلاله 80 درجه فريق سهلاله. وكل التوفيق. الفرق 30 درجه.